وراك يا محسن من عودت من الدوام وانت تدور في البيت وتكلم نفسك. ما فيني شيء يا بنت الحلال ما فيني شيء. اما ما فيك شيء عارفك زين يا محسن اذا فيك شيء يبان عليك مره. أقولت الموضوع بسيط، موضوع بسيط هذا موضوع في الشغل و... ومسوي لي قلق. وش الموضوع؟ الموضوع يا بنت الحلال قلنا الموضوع بسيط. ضاعت معامله وراعي المعامله راح واشتكاني عند المدير العام. والمدير العام قال لك شيء يخليك تقلق كذا يا ليت قال لي شيء ما قال لي شيء ولا قال لي ولا كلمه هذا اللي مهبل بي انا اجل خلاص يا ابن الحلال دام انه ما قال لك شيء يخليك تقلق تلقاه سكت راعي المعامله بكلمتين ونسى الموضوع تحسبينها انت بهالبساطه يسكت وينسى الموضوع انت ما انت بتقول ان الموضوع بسيط يعني اول معامله تضيع <applause> يا ليتها ضاعت ولا صار اللي صار. وش انت تقول؟ ما انت تقول انها ضايعه؟ اي 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 ضاعت قصدي ضاعت يا ليتها ضايعت من واحد غيري ولا ضاعت مني. يا ابن الحلال اذكر الله ولا تكبر السالفه. وبكره اذا شفت المدير العام تلقاه ما جاب خبرك ولا شيء وانت مكبر الموضوع على الفاضي وشايل هم على الفاضي. إي خير خير ان شاء الله.